معاها اسيبه لايف، ورا احط صوت. هنطلع معاها لايف لو مش لابس ازاي، لو مش لابس ازاي هي لمس نعطيكم العافية متابعينا، يا ريت بس نشوف المشاهدات ونشوف الصوت إذا بوضح عنا أو لا، على أساس إن احنا نتوكل على الله في الحلقة إن شاء الله رب العالمين. يعني اللي بتابعنا بس يثبت لنا إن الصوت واضح. أها، كل التحية لكم أكيد، يسعد مساكم ويسعد مسا كل متابعينا في صفحة حدوتة كشفية، في مسا جديد من مساءاتنا في هالصفحة المميزة من فلسطين، من غزة هاشم تحديدا. من طير لكم كل التحيات الكشفية وين ما كنتم معنا بتتابعونا، أحلى وأروع مشاهدين معنا في حلقة جديدة من حلقات مواهب كشفية على صفحة حدوتة كشفية. معكم طبعا القائد كاظم الغوف، نائب قائد مجموعة غزة الأولى وقائد التدريب في المجموعة. كل التحية لكم أكيد من فلسطين، لكل المتابعين معنا على مستوى الوطن العربي في هالصفحة المميزة بطلات كل القادة بجميع البرامج والحلقات. طبعا تنسوش انه احنا ما زلنا في إطار مسابقتنا، مسابقة المواهب الكشفية لأفضل أغنية لا منصة حدوتة كشفية. يعني لحد الآن احنا في انتظار من هان لمنتصف شهر رمضان الكريم انكم ترسلوا لنا الكلمات والألحان والمغنى لطبعا لمنصة حدوتة كشفية، وهناك حيكون أفضل وهدايا مقدمة مثل ما حكينا المرة اللي فاتت من المتجر الكشفي المغربي، ستكون هناك هدايا للفائزين في هاي المسابقة إن شاء الله تعالى. طيب نبدأ على بركة الله في حلقة جديدة ومواهب جديدة اليوم راح نبرزها. طبعا كل التحية لكل اللي تنضموا إلينا الآن، على رأسهم طبعا القائدة المميزة القائدة دينا السومة، يسعد مساكي أكيد، القائد عبد الحليم عوادة، القائد أو القائدة أو نعم زهيرة، زهيرة بوكر تمام. عندنا كمان مفيد برق، كل التحية لكم أكيد، النور نوركم. طيب معروف غزة مليئة بالمواهب، ومجموعاتنا الكشفية في قطاع غزة وفي فلسطين تحديدا مليئة بالمواهب، وفي انتظار كمان تواصلكم معنا عبر الواتس أب للي حابب يطلع معنا بالمباشر اليوم إن شاء الله في حلقة الليلة. طبعا كل التحية أكيد للقائد حازم مراد اللي بينسق معانا في هاي الحلقة وكل الحلقات الأكيد، وطبعا أبو شعيب عدلي بالتوفيق كل التحية لك، محمد عياش كل التحية لك القائد، من إيطاليا تحية كشفية للقائد تمود يسعدك، وأيضا كساء النور من قسامة ناسك شكرا لك. طيب نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم في موهباتنا وفنانيننا اللي حيكونوا معنا. نعم احنا بنجيب مواهب كشفية وهم أعضاء ومنتسبين وقادة في حركاتنا الكشفية هنا في غزة، ولكن نظام مواهبهم يفوق الخيال، وانتوا كمان راح تحكموا في هذا المجال وفي هذا الموضوع. اليوم عندنا شخصين عزيزين على القلب تمام، متعددي المواهب متعددي القدرات. خلينا نستقبل أول طبعا شخص في حلقتنا الهليلة، أول فنان وأول موهبة وأول إيش أقول، يعني هو كتير لو قلت عنه هو والله كتير، وانتو احكموا بحالكم، انتو احكموا لحالكم. طبعا القائد علاء دلدوب محمد النور يسعدك، القائد حسن عور يسعد مساك أكيد أعطيك العافية، قائد شادي صقر يسعدك، كل الاحترام والتقدير يا قائد، يسعدك يا قائد شادي، قائد مجموعة غزة الأولى يسعدك، القائدة أجاجي تحية كشفية من الأردن أي جي جي، طيب ماشي طريف قر رفاقي تمام. وحيكون معنا كمان كتحية أو حيكون عندنا قائد من إيطاليا، قائد مغربي من إيطاليا حيكون معنا برضه. طيب خلينا نروح للقائد الأول، طبعا هو قائد كشفي وصديق و عزيز وزميل
حسيبه معاكم وهو يعرف عن نفسه بنفسه و يعني لابس المنديل تمام 100% كل التحية أكيد لقائدنا غازي تفضل كل عام وانتم بخير أكل الصوت واضح عندهم كل عام والحركة الكشفية بألف خير رمضان كريم علينا وعليكم الوطن العربي كله العالم من 1907 على اليوم تحية كشفية لهم كلهم طبعا كاظم هو مع المايك انا معيش المايك هو اللي يحكي هو اللي يقول واحنا موجودين غازي طالب قائد مجموعه شباب الاقصى الكشفيه محافظه شمال غزه عضو اللجنه الوطنيه الاعلاميه عن مستوى الوطن والشمال والشتات عفوا فنان طيب غازي يعني احنا انت بتحكي فنان بس بدنا نعرف فنان في ايش يعني احنا اليوم انا جاي يعني بدنا نتفاجأ انا قلت لهم في صفحة حدوتة كشفية مواهب غزة راح تتفاجأ واللي مش هيحضر حلقة الليلة حيندم وحتروح عليه وهذا رهان حتروح عليه هاي القائدة دينا السومة بتقول لك نورت يا غازي نورة نورة يسعدك تمام طيب خلينا نشوف احنا بدنا نبدا اول حاجه طيب. معاهم في صيحه كشفيه اوكي تمام 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 ونخلي الحديث لحاله بيمشي مع بعض استكلونا وكالوا كلال وكتش بيقولوا كتش نط البسع ظهر التشيس وكى حجر الطاحونه نزلت كاترينا الكساس تلطم مثل المجنونه شوي شوي بجيت الياس بيتعتشز على العتشازي كللها يمتش اللي صار وتشك مثل الليمونه كلت له يمه تشانا بس اكبر من هالبلشوني سحب الياس الفرد وطخ ما فك عتش تشبسوني كل التحيه اكيد طيب لا غازي غازي ادينا هذه صيحه انا معروف عنك ان في حفلات السمر الكشفيه على مستوى المخيمات اللي بنكون فيها مع سوا كثير انه طبعا قائد شادي الله بطل مسلسل العنقود اكيد طبعا مسلسل العنقود اللي حاليا يبث على اكثر من فضائيه على مستوى الوطن العربي طبعا فنان بس مين بمثل انا ولا انت مين اشطر لا العلم العلم الاستاذ كاظم صديقي وحبيبي وزميلي هو بمثل اكثر مني واشطر مني يعني انا تعلمت معاه او بعدي تعلمت يعني يسألك يسألك ابو جمال طيب في عندنا القائد او القائد اسامه انا حاضر ومش حطروا علي اكيد مش حطروا عليك قائد اسامه طيب الان خلينا نفوت في اول إشي أنت متقنه قبل المفاجأة الثانية اللي حنفاجئهم فيها معاك أول حاجة خلينا نفاجئهم بأشياء وأصوات أنت شاطر فيها يا أبو جمال يعني تقريبا أنا في شوي بقلد بعض الشخصيات أو بعض الأصوات اللي موجودة في الفن العربي والمحلي بدك نخش عدل مع بعض عدل زي ما بدك أنت حر أنت حر طبعا هنا جعفر الدياب منورين شباب غزة وتقبلوا تحية أهل السودان كل التحية لكم أحلى بالزور يا هلا إياد أبو ركاب كل السلامات الكشافة في غزة وعلى رأسهم أخويا وصاحبي وحبيبي السادس صقر أبو عدي من إياد أبو ركاب كل التحية لك طيب يا أبو جمال فضل طيب يعني من ضمن تقليد الأصوات في عنا الفنان حسين طبشار اللي مشهور بالعم غافل فنان اردني اها يعني تعود الاردن يكيفوا الان حبايبنا النشامة الاردنية يلا يشعد مشاكو يا كشفينا في الوطن العربي وفلسطين وين ما اجا صحيح هي الكورونا منعت علينا كتير حاجات يعني بس احنا الحمد لله الحمد لله بنطلع وبننزل حتى الخروب ما انقطعش من عندنا في رمضان طيب عندك القائد محمد ضحاك يسعد مساك القائده سيلفيا مخامره هذه القائده من الاردن الشقيق القائده سيلفيا وهي طبعا متنسق معنا في حلقات حدوته كشفيه خلونا احنا نكتشف هو بقلد مين برضه فكره القائده سيلفيا يلا نشوف الشخصيه الثانيه وبدنا نشوف مين اللي حيكشف عنا من خلال التعليقات مين اللي حيكشف عنا عليك لبنان من دينا السوم يسعدك قائدة ومراد تكيري تحياتي قادة من المغرب يسعدك يا قائد مراد يلا نشوف مين هلقيت احنا بداش ندخل عالميا او عربيا بدنا ندخل محليا ونشوف شطرتكم عادة في المحلية يلا يا عيني عليك يا ابوة
والله مرحبا ومسا وهلا وسهلا. كل الشباب منور اليوم، طلع كيف اللايكات طالعه نازله. أو هذا محل غزاوي. هذا محل غزاوي، فهذا لقادة غزة. نشوف اللي بتابعونا من غزة مين هم معاه. طيب نشوف مين هذا عاد. طيب نشوف معاه. طب خلينا نخش عربي عشان برضو المشاهدين كمان متابعين معاه. عربي بحديكم بس شخصية واحدة، مش هتقل عليكم كتير، وأكيد كنا بنعرفها وبنحبها وهي فكاهية شوي. لأن أنا بقول لك سبفتها لا تنحذف وقدم لا تفيد. ونعمك اخذ منك عادة دار غطوة دار بوس ادو سعره دان. وفي نهاية البرنامج بقول لك كظم حبيب صاحب كذاب. طبعا القائد محمد عياش عرفه هو زعتور، بس نشوف هكذا مين حيعرف الشخصية اللي توي عملها ان القائد غازي طالب. طيب يلا مين اللايكات نشوف المتابعين مين اللي توي قلده فناننا وقائدنا غازي. مصري هو قائد تمود. سيلفيا كل تحية لك اكيد اللمبي. طيب الان خلينا شوية طبعا الجزء الاول او الجزء البسيط او اللي نحكي المقبلات لهاي السهرة خلصت شوية، لسه في مقبلات تانية ومن العيار للدقيل. العيار للدقيل احد مفاجآت مجموعتنا، مجموعة كشافة غزة الاولى. طبعا احنا اصحاب مفاجآت كثيره يا جماعه، مجموعتنا مش عشان انا والله نائب القائد فيها او لانه القائد شاهد صديقنا موجود وبتبعنا اول باول، ولكن احكموا بنفسكم. في حلقات سابقه لما طلعنا بسهرتنا الكشفيه والحلقه اليوم مين حيكون فيها؟ احد الجواله المنتسبين ل طبعا مجموعه كشافه غزه الاولى من عشيره الجواله، وفنان موهوب له صيت كبير جدا وحتحكموا عليه بأنفسكم. تفضل يا أهلا وسهلا. أهلين أنت مش مبين هيك. أيوة تعال هيك، تعالوا هيك شوية حازم عشان يبين 100%. والآن تفضل مين حضرتك؟ جوال عضو في مجموعة كشفية غزة الأولى محمود عبد السلام. رمضان كريم للجميع واصحاب الصفحة، وان شاء الله كل عام وانتم بألف خير. محمود يعني انت لحالك عرف عن موهبتك لحالك من مش حكي. تمام اوكي فعل يلا. طبعا يعني قبل ما نبدا انا بحب اشكر برضو صديقي الغالي يعني كاظم، يعني الاستاذ برضو كاظم. خلينا نخص القائد كاظم، يعني برضو مش بس احنا متعددين المواهب، برضو متعدد المواهب طبعا. يعني القائد دينا السومة بتحكي شادي جهز سهرة، كل الاحترام. القصة صارت منافسة على الدور. ماشي يا قائد ماشي. كل التحيات للقائد شادي. يلا لرمضان ولا بدك يلا اوكي لرمضان لرمضان يا شهر الصيام، شهر الصيام أتى أتانا بالغفران، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. أهلا يا أهلا يا رمضان، أهلا يا رمضان. رمضان جانا بالخير أتانا، رمضان جانا بالخير أتانا. شهر عظيم بالرحمة جانا، شهر الصيام
الصيام والله شهر الصيام شهر القيام والله شهر عظيم بالرحمة جانا صلة الأرحام والله وصية الرحمن صلة الأرحام وصية الرحمن والله من زارهن فله الغفران رمضان جانا بالخير أتانا رمضان جانا 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 بالخير أتانا شهر عظيم بالرحمة جانا شهر النفحات شهر البركات شهر النفحات شهر البركات والله شهر عظيم بالرحمة جانا الله 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 يعني الحكم إلكم يعني خلينا نشوف بس بعض التعليقات يا محمود عندنا طبعا بعض القاده قالوا النقشبندي انه هذا الابتهال او انه عندك او انك انت النقشبندي طيب طبعا حياه شو اسمه الله ما اجمل الصوت والاداء والتهيئه سلمت يا قائد قائد حسن عور رائع طبعا عز الدين محمد ما شاء الله القائده اجي الله عليك قائد تمود يا الله طيب عز الدين احسنت ام علي ما شاء الله طيب حابين تسمعوا شيء ثاني على طول احنا جاهزين يعني اليوم احنا سهراتنا جاهزه 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 يلا بدنا نسمع شيء كمان شيء ثاني ثاني يلا يعني رمضان ان شاء الله احنا مديح يعني لا الرسول عليه الصلاه والسلام لا يلا توكل عملنا مشهوده يعني توكل على الله نستقبل رمضان فيها توكل على الله يلا ونقول ابتهال بسيط يلا ماشي يعني برضو احنا بنعتز جدا في شهادتكم يعني لجميع القادة وكمان مرة كل عام بخير من كل الوطن والشتات من جميع انحاء الوطن العربي اهلا وسهلا بكم كل القلوب الى الحبيب تميل النقشبندي ذاكر ما رجليه كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ومعي بهذا أما الدليل إذا ذكرت محمدا أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لكل العالمين رسول الله قد فقت يا طه جميع الأنبياء نورا فسبحان الذي الله محمود أحلى القوافي والنشيد
في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور بالحب تلقاك البذور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور الله 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 يا محمود. طيب الآن متابعينا الكرام خلينا بس يعني نقرأ شوية تعليقات من اللي وصلت للآن. طبعا يعني سنين دائمة طلبنا النقشبندي من عز الدين ماشي خليل جمال تبارك الرحمن الله تسلم يا ولدي من حياة خليل جمال جميل الله الله عز الدين صلي على محمد عليه الصلاة والسلام. طيب عندنا أم علي الله صح لسانك خليل جميل اللهم صل على سيدنا محمد تصحيح نقطة حسنة من القائد تمود منورين القادة وصوتكم الجميلة من القائد محمد عياش. أنا مش شايف تعليقات القائدة دينا شكلها يعني مستحملتش قوة الصوت ولا إيش القصة ما علينا. المهم طيب الآن في عندنا مجال الآن أكيد لا نستقبل مواهبكم من الوطن العربي ده اللي حابب إنه يشارك معانا طبعا لنتواصل معه عبر الواتساب اللي بيحب الحلقة هاي وإحنا جاهزين الحلقات القادمة كمان بدي أذكر الآن برقم الواتساب الخاص فيه طبعا هو ظهر عندكم من خلال الإعلان المصور إحنا حطيناه على صفحة حدوتة كشفية بس برضو بذكركم الآن فيه 00970599749230 00970599749230. احنا طبعا يعني اول ما يتواصل او اول ما يعني نستطيع ان احنا نتواصل على الواتساب مع اي حدا من المواهب اللي ارسلت لها ارقامنا لتشارك معنا عبر البث المباشر من خلال الواتساب راح نكون اكيد معاكم لحظة بلحظة وبنرجع تاني لموهبتنا الجديدة اللي ثواني شوية بعد شو هذا تغير ايش رايكم في اللوك الجديد لوك حلو ها ايش اللوك الجديد هذا يا زلمة ايش رايكم في اللوك الجديد هذا انتو ها نسمع منهم قولوا لي ايش رايكم في اللوك الجديد طبعا هاي القائدة سيلفيا كتبت الرقم على المباشر اللي حاب يتواصل معانا فيه ايش رايكم في اللوك الجديد المهم انتو يلا ورجوني وجونا متابعين اللوك الجديد ولا حاجه الا لما نشوف تعليقاتهم على الديكور واللوك يلا ايش اللوك ايش لكم في اللوك الجديد يلا وين الحلوين في ناس عملت لايكات في ناس عملت مش عارف ايش وين ورجوني اللوك الجديد كيف عندكم. طيب هذا اللوك الجديد لك ايش يا ابو جمال لقائدنا الحكواتي الفلسطيني غازي طال بسيبكم معه للحظات ودقائق ممتعة يشوف هو ايش بده يدينا ويسمعنا في قصصه. بدنا نحكي لك قصة بدايتها يا زريف الطول يا ابو سن ضحوك يلي رابي في دلال امك وابوك يا زريف الطول يوم غربوك شعر راسي شاب والظهر انحنى. الله حكايتنا عن زريف الطول. كان يا مكان في قديم الزمان زمان كتير بعيد بس حاضر وماضي فينا كان في شاب طويل حليوة طبعا بس أنا أحلى منه شوي هيك كان بيشتغل نجار
وكان مهيته آخر الأسبوع ياخدها من معلمه أبو حسن ويخبيها. زريفة طول كان كل بنات القرية عينهم عليه. عدت الأيام ومشت. أم إبراهيم مرت مختار القرية جابت بنتها فصلت عند زريفة طول نملية للأواعي، بس زريفة طول ولا معها خبر. حتى مختار القرية بعت مرته وبرضه ولا معاه خبرها. في يوم من الأيام أجوا قطعان اليهود على هالقرية، طخوا وقتلوا. غضب زريفة طول وعصب كتير، سحب حاله وطلع من القرية في الليل. ما حدا شاف وين زريفة طول راح. غاب عن القرية 5 أيام بلياليها، ورجع زريفة طول برضه في الليل وما حدا عرف إيش سوى زريفة طول. وبعد فترة صغيرة رجع قطعان الصهاينة على هذه القرية، بس المفاجأة كانت إنه زريفة طول مستني يرجع. كان شاري 5 بواريد وزعهم على شجعان القرية وصارت معركة. انقتل فيها اليهود وصاوا فيها الشباب، شردوا اليهود وكانت فجأة إلهم. فرحت أهل القرية وصارت تزغرت، وكل نسوان القرية بعد هذا العمل البطول اللي راح انباع ذهبهن وشرن بواريد لكل رجال القرية. بس اليهود غدرين وقرروا انهم يرجعوا على هذه القرية وياخذوا بالطار. وأهل القرية كانوا كلهم مستعدين. صارت معركة ما صار زيها، وفكروم التفاح ريح الثورة فاح. وبدت المعركة والطخ زي القلية من هان ومن هان. بقولوا زريفة طول شافوه كان بطخ ببارودتين، وحسن ابن أمه لليتيم شان مصاوب وسحبه من تحت طلاق النار اللي كانت زي زخ المطر. رجع خلصت المعركة وزريفة طول ما بين. كانوا المصاوبين مصاوبين والمستشهدين مستشهدين، واليهود اللي انقتلوا انقتلوا. بس أهل القرية كانت كلها بتدور على زريفة طول. وين زريفة طول؟ لا هو موجود مع الشهداء ولا مع الجرحى. قامت القرية ولعت المشاعل وصارت تدور في الإحراش وين زريفة طول؟ ما في زريفة طول. صارت أهل القرية كلها تغني يا زريفة طول يا زريفة طول وين رايح تروح؟ يا زريفة طول تعال في بلادك العطر بفوح. ما في زريفة طول. عدت الأيام ومشت الأيام، وفجأة كان إبراهيم اللي صاوب في المعركة مش غشيم عنه. شافوا لزريفة طول هو بقاتل مع عز الدين القسام في حراش يعبد في جنين، وقل لك كان بقاتل بشراسة. طبعا مش غشيم مع زريفة طول. عدت الأيام ومرقت الأيام وشافوا لزريفة طول بقاتل مع عند شقيرة. كانت معركة هناك ما صار زيها. ومرقت الأيام وشافته أمه لإبراهيم كان هناك مع أبو عمار في لبنان بقاتل في جنوب. وبعدها بشوية كان مع أبو علي مصطفى. وعدت الأيام ومرقت وشافوه هناك برضو، كلهم مش غشمين عن زريفة طول. الشاب الطويل الحليوة شافوه في غزة طالع من أنفاق غزة بقاتل الاحتلال. وآخر مرة كنا شفناه في نابلس في جنين في الخليل في القدس بطعن كل صهيوني محتل على هذه الأرض. زريفة طول ما بموت طول ما في فلسطين محتلة. الله 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 الله. طيب بدنا نقول ايش مع بعض؟ يا زريفة طول وقفت اقول لك رايح على الغربة وبلادك احسن لك. يا زريفة طول وقفت اقول لك رايح على الغربة وبلادك احسن لك. خايف يا زريفة تروح وتتملك خايف يا زريفة تروح وتتملك وتعشير الغير وتنساني أنا. الله 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 الله. طيب أبو جمال، بالنسبة لموضوع
زريف الطول، يعني أو الحكواتي بشكل عام، متى بدأ معك الحكواتي؟ بدأ مشروع أو فكرة الحكواتي معي من عام 2007. 2007. طيب بس شوية نشوف هنا عندي قائد تمود. أول إشي نشوف القائد، قائد شادي الصقر، عاش الحكوات الفلسطيني، فلسطين واحدة موحدة إن شاء الله. القائد فاتن الجيلاني عاش. طيب القائد محمد عياش، عاشت فلسطين رمز الكرامة. القائد تمود معركة اليرموك. طيب ما شكرا لك قائد منى سعد، أحسن شيء كان ويقارب على الاندثار. كل التحية لك يا قائدة منى. القائد عندنا مصطفى، مصطفى ذكرت بالماضي أيام والدي كان يلبس الطربوش رحمة الله عليه الله يرحمه. القائد تمود روح فلسطين. القائد لامية الشافعي كتبت كلام بالظاهر مخربطة بين العربي والإنجليزي. القائدة حياة الله يرحم شهدائنا. القائد أسامة خلص الكلام الله يحمي فلسطين وشعبها. طبعا الآن حنتوجه للمواهب العربية واللي على مستوى الوطن. القائد حسين عسكر منورين. القائد لامية تحية كشفية من مصر. الآن حنروح مثلا لبعض المواهب اللي هي حابة تشاركنا. حنرجع لك حكواتي وحنرجع كمان لمحمود في أصوات الجميلة، بس خلينا نشوف الآن بعض المواهب اللي هي بدها تشارك معنا من خلال. طيب كل التحية لك قائد كاظم لضيوفك، كل التحية لك يا قائد لامية. نشوف الآن بعض المواهب اللي حتكون عندنا، لا بعض المواهب العربية سواء على مستوى الوطن العربي أو على مستوى العالم. مين عندنا أول حاجة؟ قائد حازم تمود. القائد تمود، القائد تمود عبد الرحمن الآن حيكون معنا من اللي هو قائد مغربي في إيطاليا. طيب الآن بس نحول الكاميرا على القائد تمود. يسعد قائد تمود. قائد تمود بس أول شيء علينا الصوت، يكون الصوت عالي شوي تمام ويكون واضح تمام 100% على أساس أنه أنت تبين معنا ويكون الصوت بإذن الله إيش تمام واضح للمستمعين والمشاهدين. تفضل المجال متروك أمامك قائد تمود في موهبتك الجميلة. تفضل. الآن مضبوط الكل تمام؟ تمام. تفضل قائد. نشكر حضرتك الشفية الحمد لله على هذه المبادرة. معكم القائد تمود عبد الرحمن، الجنسية إيطالية والأصل من المغرب. قبل أن أنشدكم بعض الأناشيد أود أن أشكر جميع قائداتي بالمغرب من كشفية الحسنية ومن منظمة الكشاف المغربي الحاج محمد أفلان والقائد دامو، وكذلك أشكر جزيل الشكر القائد شكيب الرغاي الرابطة الكشفية المغربية، وكذلك منظمة الكشاف الجوال الحمد لله القائد العام وديع. أولا سأنشد لكم نشيد عن الأشبال وهكذا. قال أكيلة تعالوا يا أشبال، قال أكيلة تعالوا يا أشبال، أكيلة العزيز نحن على استعداد، أكيلة العزيز نحن على استعداد، فسامعوا الصيحة ذئاب يو، فسامعوا الصيحة ذئاب 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 يو 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 يا
اذا كل التحيه اكيد. طيب الان قائد كل التحيه الى قائد تمود نشكرك. كل الشكر لك، تحيه كشفيه لك معمقه من قلب فلسطين ومن قلب غزه الى طبعا الجمهوريه او المملكه المغربيه وايضا ايطاليا. كل التحيه لك يا احلى قائد، يسعدك، يسعد مساك، وكل الشكر لك. الان حننتقل لموهبه اخرى، موهبه اخرى من كل التحيه لك يا قائد، كل التحيه، شكرا لك. الان تحيه كشفيه فلسطينيه لجميع القاده الكشفيين في العالم العربي من القاده مرفت ابو خوصه، يسعدك يا قائده، منور قائد من قائد شادي الصقر، دائما متالق قائد كاظم، يسعدك يا قائده مرفت، تحيه من تونس يا احلى قاده من قاده حياه، منور القاده وعاشت مجموعه قاده مجموعه غزه الاولى من مرفت ابو خوصه، يسعدك يا قائده مرفت، طبعا مسؤول اعلام في مجموعه كشافه غزه الاولى، ما زال حنينك قائد للجراميز من شاكب الزهري، من شاكيب الزهري. طيب الان ننتقل الى اعتقد مصر يا قائد حازم. تمام، من مصر نشوف الان القائد او الزهره، الزهره المرشده. الله الله الله، طيب ممتاز، ممتاز جدا. عرفي عن نفسك ايتها المرشده الجميله، عرفي عن نفسك والمجال متروك امامك يا عمي، تفضلي. انا المرشده مريم محمد من مجموعه ابناء اولى فيها عيوننا الكشفيه والارشاديه. تفضلي يا مريم، اهلا وسهلا فيكي ونورتي حدوته كشفية. كل التحيه لك يا مريم، تفضلي، ايه موهبتك واحنا جاهزين نسمعها. انا موهبتي الشعر. ممتاز جدا، تفضلي. هل حضرتكم شعر من ديوان الوطن من كلمات الشاعر احمد يسري. تفضلي. غريب وطالة غربتك، الأرض مش أرضك، ولا هتلاقي يوم إيدين بتمسح دمعتك، غريب الطريق ليه عن عيونك، وفين هتاخدك خطوتك، وفين هلاقي سكتك، هتعيش وحيد، حواليك كلهم متجمدة، والأرض من حواليك جليد، الشعب الجديد هيوصلك كشف الحساب، لقب بعينك بسيط يمكن يزيد، لكن الأكيد اللي مفهوش احتمال مهما تحقق من الأمال، مع كل صفر على اليمين هيقابله صفر على الشمال، ده كل شيء هناك بكام، حتى السلام، حتى الكلام، وفي قلوب زيك تمام بيتمنوا لبسه ويرجعوا ويودعوا الحلم الإزاز، اسمع الكلام والإجاز، ارجع لقلبك واسمعه، أصل البشر زي الشجر، من غير بذور أقل ريح راح تخلعه. شكرا. كل التحية لك يا مرشدتنا الجميلة، فخليكي بس شوية معانا لتعرف التعليقات اللي طبعا وصلت. طيب الآن من القائد ماجد طرزي، كل التحية لك قائد ماجد، نور قائد كاظم، كل التحية قائد ماجد طرزي عضو المكتب التنفيذي لجمعية الكشافة الفلسطينية في محافظات الجنوبية، مبدعين ودمتم بخير، من محمد عياش. قائد مرفت أبو خوصة تقول لك منورة يا مريم، متعلقة بكلماتك الرائعة. القائد شادي الصقر، عاشت مصر بأمثالك يا مرشدتنا، وإن شاء الله تكوني طبعا في مصاف القادة والقائدات اللي بنفخر فيهم طبعا، مثل قائداتنا وقائداتنا في جمهورية مصر العربية. كل التحية إليك يا قائدة ومرشدتنا مريم، كل التحية لإلك، شكرا لإلك، شكرا لمشاركتك معنا. القائد تمود، المشاهدات مستعدات، القائد بدري جاد، ما شاء الله. طيب مستمعينا ومشاهدينا واللي بتتابعونا وين ما كنتم معانا على البث المباشر،
كل التحية لعيونكم أكيد حيكون في معانا كمان، بدنا كمان يعني اللي حابب يتواصل معانا يبعث لنا اللي هو رقمه على الواتس أب. طيب الآن بدنا نروح، لا رحنا هيك شوية، عجبنا نروح هيك شمال يعني نروح على شقة شمالي عشان نلف شوية لا الحنجرة. اللهم اجعلنا من أصحاب اليوم الذهبية، الحنجرة الذهبية المميزة. طيب محمود، يلا يا محمود الآن المجال متروك أمامك. طيب اللي حابب حبايبنا اللي حابب يسمع إشي، حابب يسمع شيء يرسلنا إشارة وإحنا جاهزين، لأنه إحنا إيش نسمعكم ما تحبوا أن تسمعوه في هاي السهرة الرمضانية الجميلة من سهرات حدوتة كشفية ومواهب كشفية. طبعا القائد شريف مساء الأنوار، كل التحية لك، أعتقد هذا هو القائد حسن، يسعد قائدنا. تفضل يا محمود أبدع. أيوة تمام يلا. مازال القلب عم يخفق مساكن، مازال القلب عم يخفق مساكن، يا بيت بعندك غيرك مساكن، كشفية غزة الأولى بدني مساكن كلها وكبرها بعدك خام، هبات النار والبارود يغنى، اطلب شباب يا وطن واتمنى، هبات النار والبارود يغنى، اطلب شباب يا وطن واتمنى، هبات النار بشاير بشاير، والشعب واحد مش عيال وعشاير، هبات النار بشاير بشاير، والشعب واحد مش عيال وعشاير، وهي صاروا كبار ما نسيوش الديري، مين اللي ينسى فلسطين الجنة، وهبات النار والبارود غنى، اطلب شباب وهبات النار من عكا للطيري، كم شيت صغار ربيوع الحصيري، هبات النار من عكا للطيري، كم شيت صغار ربيوع الحصيري، وهي صار كبار ما نسيوش الديري، وهي صاروا كبار ما نسيوش الديري، مين اللي ينسى فلسطين الجنة، هبات النار والبارود يغنى، واطلب شباب يا وطن واتمنى، هبات النار والبارود يغنى، اطلب شباب يا وطن واتمنى، وعلى لولا شمس الضوحة ميالة عيني يا لالا شوق يا لالا غربوا صوب العالي
وضو القمر ناطر غرب صوب العلي ضو القمر ناطر هو نلقعد لحالي ولي بالليالي انطرغان 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 يا حبيبي. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني عليك يا محمود. نشوف الآن طبعا من تحية فلسطين ويحيى تراثنا الرائعة من القائدة. يعني بدي أعرف بس الاسم بالضبط يا قائدة، ألف جي 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 أجي جي ولا إيش بالضبط الاسم؟ مش أجي جي من الأردن. نعم القائد أجي جي. القائد أجي جي من الأردن أعتقد. علم القائد أجي جي من الأردن. عرفه يعني؟ علم. طب خلاص يا ممتاز. أنا آسف يا قائدة، كل التحية لك يا قائد أجي جي. القائد أجي جي من الأردن. القائد أجي جي. طبعا عندي ملاحظة خلفية الشعار ورقم ظاهر مكتوبة ماشي، ولا يهمك يا قائد مرفت. كل التحية لأخو الحبيب عقيد عدنان مراد أبو سامح على دعمه المعنوي لأبناء الحركة الكشفية طبعا أكيد. وأنا طبعا سعيد جدا وبتشرف بإني موجود الآن في منزل طبعا أخونا وحبيبنا القيد عدنان مراد أبو سامح، وكل التحية أكيد لابنه حازم قائد فرقة الأشبال عندنا في مجموعتنا مجموعة كشافة غزة الأولى على استضافته إلنا الكريمة في هاي السهرات الكشفية في شهر رمضان المبارك. كل التحية القائدة أجي جي والنعم من كل أهل الحلوين بغزة. طيب الآن نشوف بس إحنا تقريبا يعني نشوف بس القائد معنا حوالي 10 دقائق. نشوف الآن قصة أخيرة من أخونا الحكواتي القائد أجي جي. ثواني بس ثواني ثواني. شمس الضحى ميالة أهلا يا قائدة حدوتة كشفية. القائدة مي الزبيدي من الأردن تمام. كل التحية لكم. ودود تمود تحية من إيطاليا إلى فلسطين. بدي نسمع شيء من الكشاف المتقدم مصبر سمعناه السبت الماضي ان شاء الله بنجيبه في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. وإذا كان هو معانا على البث المباشر ممكن نتصل عليه على الواتساب يدينا رقم ونتصل عليه برضو بنخليه يطلع معانا على المباشر ان شاء الله. طيب حكواتنا الحكواتي 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 في معاه نثر شعر خاطرة اي حاجة من الشغلات اللي احنا كنا هيك نكتبها في أيام الخلاء مخيماتنا الكشفية. حلو. بعنوان الحلم العربي. ساعة ما دق الجرس وكانت الحصة الأولى والدرس الأول الوطن العربي. كل الدفوف دقت كل القلوب رقت طلعنا الكراسات كل واحد عمل فينا برواز ورسمنا وطن مع الأستاذ وعاينا الحدود بيننا وبين باقي الأوطان بين الظلم والطغيان بين الشرف والعار بين الحرية والاستعمار بين الذل وطلقة النار وفجأة خلصنا. فجأة عجد فجأة سكتنا فجأة سكتنا. طيب ماشي وينبقى يعني أشكرك على الفجأة هذه فجأة ماشي. طيب ماشي كل التحية أكيد لكم. طيب الآن برضو تحية للقائدة الخير حفيظة من قائد تمود. طيب قائد بدري جاد أرسلت لحضرتك مواهب على صفحة حضرتك على الواتس. حاضر ولا يهمك يا قائد بدري. بس يخلص البث المباشر أنا بطلع من التليفون الخاص فيه في البث المباشر. بعد الحلقة حشوف المواهب هاي وإن شاء الله حتكون معنا السبت القادم بإذن الله تعالى. طيب القائد شادي بيرد على القائدة أجاجي أنت علم علامة حركة الكشفية وأنا تشرفت بمعرفتك الآن يا قائدتنا العظيمة القائدة أجاجي. ثواني القائدة لنا الشافعي جميل جميل القائدة أجاجي رحمكم يا قائدة. القائد شريف منور يا قائد كاظم يسعدك يا قائدنا. ذكريات يسعدك يا قائد تمود. الآن طيب في دقائق أخيرة من عند غازي كشافة كشافة ومن عند محمود ابتهال ابتهال ومن عندي ختام. يلا 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 نعم من عندي الدين أنا كشافة. عادي. طيب صيحة كشفية يلا الوطن العربي كله إن شاء الله. يلا ها نشوف. لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا كشاف العرب دوما ردد الألحان يا كشاف العرب دوما ردد الألحان في السهول والجبال ورب الأوطان 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 نهر الأردن يا نهرنا مر الزمان نهر الأردن يا نهرنا الأزمان. نهر الأردن يا نهرنا عمر الزمان نهر الأردن يا نهرنا عمر الزمان فلسطين يا وطننا يا عز الأوطان فلسطين يا وطننا يا عز الأوطان مصر أردن وسوريا كلهم أوطان 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 نهر الأردن يا نهرنا يا عز الأوطان نهر الأردن يا نهرنا يا عز الأوطان سعودية عراقية ومعهم لبنان سعودية عراقية ومعهم لبنان سعودية عراقية ومعهم لبنان سعودية عراقية ومعهم لبنان فلسطين يا وطننا يا عز الأوطان فلسطين يا وطننا يا عز الأوطان لا 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 عزت نفسي أن أتركها فهي أهلي فيها وطني طعام فاخر يقدم لنا خبز وجبن والباقي هنا كشافة 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 الله 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 كلمات جميلة منك قائد غازي طالب في هذا الموضوع بس على السريع قبل ما ناخذ شيء أخير من حبيبنا الجوال محمود طالب بعض التعليقات الأساسية ألف تحية من مصر الرحال العالم محمد الكسار كل التحية إلك إلك يا قائدنا محمد الكسار طيب الآن من القائد تمود نشيد كنا نشيده في المخيم وردد الحامل القائد أجاجي وكذلك نشيد شيخ عجوز دوما أجول من القائد تمود يسعدك قائدنا وأيضا نشيد بلاد العرب أوطان من القائد تمود يسعدك وعليك نور من القائد تمود القائد أجاجي يسعد قلبك قيادة طبعا بتدعى القائد شادي صقر شهادة اعتز فيها والله نحن من بعدكم يسعدكم طيب كلمة أخيرة الآن من أو إيش أخير هيك من 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 الصاروخ من الصاروخ بس مش صاروخ هذا صاروخ صوتي لا لا يعني عشان حد يخاف أحسن يهرب بعدين يعني بالعموم يعني طبعا يعني إحنا دائما نعودهم على المفاجآت وإيش حصري يعني موال لسه ما تغناش أبدا وطني لا لسه يلا يلا نسمع اوف 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 يا باي يا باي اوف 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 يا يا نازل الكرم يا نازل يا نازل الكرم أنا
بيتكم كل البلاد بلدي يا يا ليلي. الله 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 الله. طيب نشوف بس احنا يا طيب الان معنا بالضبط احنا 5 دقائق نحاول نحن نقرا بس اخر التعليقات اللي موجوده. طيب الان من القائده اججي تحيا فلسطين يسعدك يا قائده. قائده لمياء الشافعي من مصر اسعد الله يومكم رائعين يسعدك يا قائده لمياء. مونديال ايطاليا كشافه مونديال ايطاليا سكات مونديال ايطاليا تبارك الله. الشبل البراء بدري يهديكم السلام كل التحيه لك يا شبلنا. من القائد شادي صقر ابو عدي الله الله يا رب انصرنا فلسطين فلسطين فلسطين. القائدة اججي بتحكي لنا ادي نش 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 ادي كر 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 ادي نش ادي كر ادي نشكركم وتحية كشفية 1 2 بنعمل لك احلى تحية كشفية قائدة اججي يسعد مساك اكيد والله. طيب قائد تمود فولار رائع من ورائكم طبعا شكرا لك قائد تمود. القائدة لمياء الشافعي كل التحية قائد كاظم. السكاوت مونديال ايطاليا تحيا كل بلاد فيها كشف. طيب اذا سعيدين جدا احنا بوجودنا معاكم الليلة. بذكر في هالدقائق المتبقية بشغلتين مهمات جدا. اول شغلة للمواهب الكشفية اللي حابة تظهر معانا الاسبوع القادم تبعت الرقم او تبعت رقم الواتس اب الخاص فيها على الرقم اللي موجود عندكم ومثبت عندكم من قبل القائدة سيلفيا مخامرة. موجود عندكم الرقم هايو بالتحت في المثبت يعني بالبث المباشر. ياخذ الرقم يبعث لنا اياه ان شاء الله لنتواصل معاهم خلال الاسبوع ويكون معنا السبت القادم. هاي 1 2 المواهب الاساسيه اللي للمسابقه المواهب الكشفيه افضل اغنيه للمنصه لمنصه حدوده كشفيه. اغنيه تكون بكلمات بالحان بغناء ابعثوا لنا اياها وحتخش تقييم بعد العيد مباشره حتنعلن النتائج. اللي حيفوز معنا حيفوز بهدايا قيمه اكيد وايضا حتكون اغنيه طبعا منتجه او حنعمل له الاغنيه هذه بشكل توزيع كامل. كل التحيه لكم كل التحيه لعيونكم اكيد وما كنتم معنا. سعيد فيكم جدا القائد كاظم الغوف نائب قائد مجموعه كشافه غزه الاولى وطبعا كل الشكر ل لكم في متابعينا في حدوتة كشفية. دمتم ودام الوطن ونشوف احنا اخر اشي ابتهال. طيب ناخذ احنا معنا بالضبط ايه نقشبندي. طيب احنا حنستسمح الصفحة بانه نزود بس دقيقتين يعني حنختم باللي هو الابتهال الديني من الجوال محمود عبد السلام. تفضل. مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك أقوم بالليل والأسحار ساجية أدعو مهما لقيت من الدنيا وعارضها فانت لي شغل عما يرى جسدي تحلو مرارة عيش في رضاك
من لي سواك ومن سواك ومن سواك ومن سواك يا قلبي واسمعه كل الخلائق مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي الله 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 يا مولاي الله الله يا مولاي. شكرا لك يا محمود وأشكر جميعا كل اللي طبعا اللي انضموا وكانوا معنا. وزي ما حكيت لكم اللي ما حضر حلقة الليلة راحت عليه راحت عليه يتبعنا إياها أكيد. آخر التعليقات على السريع. القائدة أججي غفران الغريبي أنوان الخميس ضاب تبعت هي لهاشتاجات أو لإشارات لبعض القائدات. القائدة أججي أيضا مولاي الله يسعد هالصوت. تحيا غزة من القائد تمود. القائد شادي صقر قائد كادر أتمنى أن يكون الجوال محمود متواجد بجميع الحلقات. يا سيدي أنت القائد العام تبعنا يا قائد شادي أصدر الأمر والفرمان الأساسي ونحن جاهزين. وهي القائدة أجي بتقول لك يا ريت تمام. قائد جوالنا محمود اعتبر هذا القرار وأمر نافذ من قيادة المجموعة بوجودك الحلقة القادمة معنا إن شاء الله تعالى. كل التحية لعيونكم يسعد مساكم. شكرا لتواصلكم معنا و إلى اللقاء.